ولاية ولاد جلال ولاية فلاحية بامتياز، وأكبر قطاع على مستوى الولاية اللي هو قطاع الفلاحة، اللي يشهد إقبال كبير من المستثمرين، سواء شباب ولا مستثمرين كبار من مختلف أنحاء الوطن. اليوم رانا نقدموا جميع التسهيلات باش يكون استثمار ناجح مرافقة الفلاحين من خلال إطارات مديرية المصالح الفلاحية لولاية ولاد جلال، من خلال خبرات نتاع الخبراء اللي راهم في الغرفه الفلاحيه ولا في المعاهد. الهدف تاعنا بالنسبه لعمليه الحرث والبذر توسيع المساحات المسقيه المزروعه بالنسبه للقمح والشعير والشوفان الى غيره. احنا بالنسبه لنا في الغرفه الفلاحيه قمنا بعمليه تحسيسيه ارشاديه للفلاحين، ودرنا لهم اعلانات على مواقع على الصفحه الرسميه للغرفه الفلاحيه، ودرنا لهم اعلان في مقر الغرفه، واتصلوا بنا مجموعه من الفلاحين وجهناهم ورشدناهم، ومنهم اللي راح استجاب الامر. نثمن مجهودات الدوله على الدعم الممنوح للفلاحين من كهرباء فلاحيه او حفر ابار او مرشات، جميع الدعم. نشكر الدوله شكرا على المجهودات التي تقوم بها لأجل الوطن والفلاح.